بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة في الجزء الثاني من المحاضرة 11 والمتعلق بموضوع ماشين باور. سوف يتم التطرق بالتفصيل إلى أحد أنواع الآليات المهمة في الأعمال الإنشائية والمسمى الدوزرز. هذا هو شكل الآلية مزودة بسكين القطع وتستخدم في أعمال التربة المختلفة. الدوزر ماشين هي من المكائن الإنشائية الثقيلة والمصممة لأعمال جرف التربة، وتمتاز بانخفاض مركز الثقل، وهو من أهم عوامل نجاح هذا النوع من الآليات. وكلما كان خط مركز الثقل متطابق مع خط المواد التي يتم جرفها وهي التربة، فإن الماشين سوف يستحصل منها أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة. التطبيقات التي يمكن استخدام هذه الآلية فيها هي أعمال تنظيف الموقع، أعمال جرف التربة ودفعها، تفتيت التربة وتمزيق التربة القاسية، ومرافقة الآليات الأخرى والمساعدة في إنجاز أعمالها. نلاحظ في الصورة في الأعلى قيام هذه الآلية بأعمال جرف التربة ودفعها، وفي الصورة في الأسفل أعمال مساعدة الآليات الأخرى عندما يكون حمل هذه الآليات عالي جدا ولا تتمكن من سحب كميات التربة، فيعمل الدوزر في أعمال المساعدة في إجراء عملية الدفع. ينقسم هذا النوع من الآليات إلى نوعين رئيسيين، هما الكراولر والمزود بصرفة معدنية، والويل تايب تراكتر والمزود بدواليب مطاطية. وينقسم النوع الثاني إلى جزئين، إما سينجل أكسل محور واحد أو تو أكسل بمحورين. والنوع الثاني من مجموعة تو أكسل يكون إما سينجل أكسل درايفر، أي أن القيادة مبنية على محور واحد، أو تو أكسل درايفر مبنية القيادة على محورين. في الصورة التي على اليسار نوع الويل تايب تراكتر ذو الدواليب المطاطية، وعلى اليمين كراولر تايب تراكتر ذو الصرف المعدنية. يتم استخدام القوة المتوفرة من قبل هذه الآليات لأعمال جرف التربة، ويعتمد ذلك على مقدار الاحتكاك بين إطارات أو عجلات هذه الآلية والسطح الذي يتم الحركة عليه، وكذلك على الوزن الذي تقوم هذه الآلية بتحمله. إن هذه الآلية هي عبارة عن مركبة إنشائية تحتوي على سكين القطع في الجهة الأمامية، وتستخدم لأعمال دفع وقطع وقص وتدوير أو جرف التربة أمام هذه الآلية، وتعتبر من أفضل الآليات في مجال أعمال التربة. تستخدم هذه الآليات الدوزرز إما كمعدات منتجة كمكائن إنتاجية، أو كمعدات ساندة في المشاريع الإنشائية. ومن بعض الأعمال التي تقوم بها من البداية إلى النهاية أعمال تنظيف الموقع، أعمال جرف التربة لمسافات تصل إلى 100 متر. كذلك تستخدم هذه الآلية في أعمال فرش التربة، أعمال الإملاءات الترابية، ملء الخنادق بعد إنجاز أعمال الأنابيب والقابلوات، مساعدة بعض الآليات مثل السكرابرز عندما تكون محملة بكميات كبيرة، تنظيف مواقع العمل، والعمل على شق المسار الأولي لأعمال الطرق. تأتي هذه الآلية بسكين قطع أمامية عمودية على محور الحركة، ويأتي بعضها بقابلية إضافية وهي إمالة سكين القطع إلى زاوية جانبية. تقوم الآلية من النوع الأول بدفع التربة باتجاه الأمام فقط، أما النوع الثاني فإنه يدفع التربة باتجاه الأمام وعلى أحد الجانبين. الصورة التي في الأعلى توضح الآلية مع سكين قطع عامودية على محور الحركة، والصورة في الأسفل توضح آلية مزودة بسكين قطع قابلة للإمالة بزاوية معينة. إن نوع سكين القطع الذي يزود لهذه الآلية يجب أن يتلائم مع نوع العمل في المشروع،
وبشكل عام فإن هذه الآلية تكون مزودة بهيكل فولاذي من الفولاذ الصلب على شكل حرف سي، تثبت في أسفله شفرة لتشكل بمجملها سكين القطع في هذه الآلية. توضح صورة في الأعلى الهيكل الفولاذي الداعم لسكين القطع، وصورة في الأسفل المقطع في القطعة الفولاذية على شكل حرف سي والتي تزود في أسفلها شفرة القطع لتشكل سكين القطع في هذه الآلية. يتم قياس قدرة هذه الآلية من حيث الإنتاجية مقدرة بإحدى الطريقتين القياسيتين، الأولى القدرة الحصانية لكل قدم من حافة القطع، والطريقة الثانية بقياس القدرة الحصانية لكل كيوبيك يارد من التربة المفككة أمام سكين القطع. تمثل الطريقة الأولى وهي المقدرة بالهورس باور لكل فوت مؤشرا على قدرة الآلية على اختراق التربة، وكلما زادت هذه النسبة كلما كانت الآلية بقدرات أعلى. أما الطريقة الثانية واللي هي قياس الهورس باور لكل كيوبيك يارد من التربة المفككة، فهي تقيس مقدار الآلية على دفع التربة، وكلما زادت هذه النسبة كلما كانت قابلية الآلية على نشر التربة أكبر. إضافة إلى عملية دفع التربة بالطريقة التقليدية وهي أن تكون سكين القطع عمودية على محور الحركة، توجد هناك ثلاث حركات لهذه الآلية. الأولى تسمى تلت وهي الإمالة، وهي بأن يكون أحد طرفي سكين القطع مرتفع إلى الأعلى، وتوفر بالنتيجة النهائية قطعا لسطح التربة مائل على طول مسار الطريق باتجاه جانب واحد. الطريقة الثانية وتسمى بيتشينج، وهي تتضمن إمالة كل سكين القطع إما باتجاه الأمام، أي أن المحور العلوي يتقدم إلى الأمام، أو يتم تقديم سكين القطع من الأسفل إلى الأمام، وهاتين حركتين مختلفتين توفر إحداهما ضغط التربة على السطح الذي تتم عليه الحركة، والأخرى تتضمن تمزيق التربة. الطريقة الثالثة وتسمى أنجلينج، أي الإمالة بزاوية، وهي عملية إمالة كل سكين القطع إلى أحد الجانبين على أن يبقى المحور الرئيسي بمستوى أفقي، حيث تتضمن هذه الطريقة جرف التربة باتجاه أحد الجانبين الذي يتم إمالة السكين باتجاهه. وهذه صورة توضيحية لعملية الإمالة الأنجلينج، حيث يبقى سكين القطع بوضع أفقي لكنه مائل إلى أحد الجانبين. وأيضا أصبحت التقنيات الحديثة متوفرة في كثير من هذه الآليات الإنشائية كتقنية الجي بي إس والتحكم في المناسيب وزوايا القطع. في هذه الآلية لا يوجد مقياس حجمي للإنتاجية أو القدرة الاستيعابية، حيث لا يوجد بدي مثل باقي التراكس لتحميل المواد، وإنما قابلية دفع المواد تعتمد على المتبقي من التربة اللي يتم جرفها أمام سكين القطع وعملية الدفع. تعتمد القدرة الإنتاجية لهذه الآلية على ثلاثة أمور: البليد تايب، نوع سكين القطع وحجمها وتفاصيلها الفنية، تايب اند كونديشن اوف ماتيريال، نوع المواد وظروف الموقع، والأمر الثالث هو السايكل تايم، أي مسار العمل لهذه الآلية. توضح الصورة في الأعلى العمل في ترب طينية، والصورة في الأسفل العمل في ترب رملية، وهذا يعكس الإنتاجية لهذه الآلية بالاعتماد على نوع التربة التي يتم التعامل معها وقساوة هذه التربة. إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من المحاضرة 11. سنتطرق في الجزء الثالث إلى عملية الحسابات المتعلقة بالإنتاجية. نلتقيكم في الجزء القادم إن شاء الله.